الرياضية لملكة خليفة. رياضية قيد الإنجاز عينها اليوم وزير الشباب والرياضة بولاية البويرة. أكثر من 85-90% تاع المشاريع أنجزت ولا في الإنجاز، وهذا يعطينا أمل كبير. عندما نشوف أنا في ولاية بويرة كان اليوم 10 مسابح شبه أولمبية اللي نقدروا في المستقبل نمارسوا هذه الرياضة على المستوى العالي. كاين قاعات متعددة الرياضات، كاين قاعات متخصصة، كاين شفنا une maison de jeunes avec toutes les activités. وخلال زيارته التفقدية للولاية أكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأقصى للمؤسسات الرياضية والشبانية.